بشرة الحصاد من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم وتتابعونا في العناوين. واشنطن تجدد تحذير المعرقلين وتسريبات بشأن تفاوض ليبي حول تأجيل الانتخابات. الوزير الأول وزير المالية الجزائري في تونس وعلى طاولة النقاش تعزيز التعاون في ميادين عدة. بعد استئناف محادثات فيينا، إيران متمسكة بمطالبها وواشنطن تهدد بفرض عقوبات جديدة. اليونيسف تؤكد أن كورونا هي أكبر أزمة عالمية تعصف بالأطفال منذ 75 عاما. رحيل الفنانة الجزائرية القديرة سلوى عن عمر يناهز 86 عاما. مرحبا من جديد. يزداد المشهد الليبي تعقيدا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، فبعد معركة الطعون والبت فيها لم تعلن مفوضية الانتخابات لحد الآن عن القائمة الرسمية للمتنافسين. في المقابل جاءت تسريبات حول تفاوض ليبي بشأن تأجيل العملية الانتخابية. رفرفتها لا ترسل بالضرورة أخبارا سارة. انتخابات الرئاسة في ليبيا تدخل مرحلة الغموض فعلياً، ثلاثة أيام بعد انقضاء الآجال القانونية لدراسة ملفات المترشحين لها. لا تبرز لحد الآن معطيات حول القائمة النهائية للمتنافسين على كرسي الرئاسة في ظل عدم إفصاح مفوضية الانتخابات عن هويتهم، ما يعني تسجيل تأخير في انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات. وإذا كانت الخارطة الانتخابية قد ظهرت معالمها نسبياً، فإنما يزيد الأمور تعقيداً تصاعد المطالب حول ضرورة تأجيل العملية الانتخابية. فعقب المجلس الأعلى للدولة جاءت تسريبات حول وجود تنسيق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة المترشح للرئاسيات وشخصيات فاعلة من المنطقة الشرقية للتفاوض حول تأجيل الانتخابات. كل ذلك ضمن سفرية يجريها دبيبة إلى أبوظبي وفق مصادر إعلامية ليبية. وأمام رغبة قوى فاعلة في مسار الأزمة في ليبيا في الدفع بالعملية السياسية نحو الانتقال المنشود، تأتي تحذيرات واشنطن مما أسمته التحشيد لعرقلة انتخابات 24 ديسمبر، فذلك لن يؤدي بحسب سفيرها إلا لوضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا ودعيمهم الخارجيين الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع. حول الموضوع ينضم إلينا من ليبيا الباحث السياسي الليبي عبد الله كبير. أهلا بكم سيدي. أهلا، تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين والمتابعين. التحية متبادلة. ما مصير القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 24 من شهر ديسمبر الجاري؟ طبعا لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات حتى الآن عن القائمة النهائية للمترشحين رغم انتهاء موضوع الطعون القضائية وعودة جل المترشحين والذين قدمت ضدهم طعون خلال الأيام القليلة الماضية. المفوضية تتعرض لضغوطات إقليمية ودولية ومحلية. واضح جدا أن بعض الأطراف الدولية تريد استبعاد شخصيات معينة من السباق. إذا حددنا أمريكا مثلا، لا تريد أمريكا أن ترى في قائمة المترشحين سيف القذافي وعبد الحميد الدبيبة، بينما روسيا تصر على بقاء سيف القذافي ضمن قائمة المترشحين. أيضا جزء من مجلس النواب في طبرق لا يريد لعبد الحميد الدبيبة أن يواصل هذا السباق، وكذلك الأمر بالنسبة لسيف القذافي. قطاعات لا يستهان بها في غرب ليبيا ومكونات سياسية
لا تريد لحفتر أن يخوض هذا السباق ولأسباب متعددة. إذن الغموض يكتلف العملية الانتخابية نعم حول تأجيلها. نعم نعم سيد عبد الله، هناك تسريبات تتحدث عن لقاء مرتقب بين دبيبة وشخصية فاعلة من الشرق في أبو ظبي للاتفاق على تأجيل الانتخابات، ما صحة هذه الأخبار ومن هي الشخصية الفاعلة؟ هل نتحدث هنا عن حفتر؟ نعم، الأخبار اليوم منذ الصباح تقول أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية توجه إلى أبو ظبي في زيارة غير معلنة، وسيلتقي هناك حسب الأخبار بأحد أبناء خليفة حفتر، وأن الصفقة بينهما تقضي بأن يتحالفا لتأجيل الانتخابات حتى يتم استبعاد سيف القذافي مقابل حصول خليفة حفتر على وزارة الدفاع ووزارة المالية وربما وزارة الخارجية في تعديل حكومي يجريه الدبيبة الذي سيستمر رئيسا للحكومة لمدة سنة أو سنتين حتى مقابل تأجيل الانتخابات. سيد عبد الله، إذن ما المقابل تحديدا؟ مقابل تأجيل الانتخابات، مقابل استمرار أي الصفقة، يستمر عبد الحميد الدبيبة، تؤجل الانتخابات، يستمر الدبيبة رئيسا للحكومة ويجري تعديلا وزاريا يمنح فيه خليفة حفتر بعض الحقائب الوزارية على رأسها حقيبة وزارة الدفاع. هكذا هي التسريبات. يعني نقطة قليل، يعني هناك توافق على التأجيل بين الشرق والغرب سيد عبد الله، هذه الأنباء، ويقول أنه لن يقبل بتأجيل الانتخابات وأنه مع رغبة الشعب الليبي في الانتخابات. نستطيع أن نفهم هذا النفي ليس في إطار عدم حصول لقاء أو أن الأخبار بلقاء عبد الحميد الدبيبة مع أحد أبناء حفتر لا أساس لها من الصحة، وإنما يرجح أن الصفقة لم تتم. نعم. إذن فيه توافق من نوع ما. كسؤال آخر، هل هناك أطراف دولية تقف وراء طرح فكرة التأجيل ومن هي تحديدا سيد عبد الله؟ الواضح حتى الآن أن مصر وكذلك روسيا هم مع تأجيل الانتخابات، والسبب بالنسبة لمصر هي أنها لم تحدد خياراتها بالنسبة للمترشحين، لا تستطيع أن تراهن على حفتر وقد ساءت العلاقة مع سيف بعلاقة وطيدة، ويجري التنسيق بينها وبين روسيا لدعم سيف القذافي، ومع ذلك لم تحسم مصر خياراتها. أيضا روسيا لا تريد هذه الانتخابات وتقف ضد إقامتها، لأنها تعرف أن هذه الانتخابات هي خطة أمريكية تهدف في المآل الأخير إلى محاصرة وجودها في ليبيا. كذلك بعض القوى الأوروبية تخشى من أن هذه الانتخابات لن تجلب الاستقرار وقد تفجر الأوضاع، وهذا يعني المزيد من قوارب الهجرة غير الشرعية. طيب، الكاتب والباحث السياسي الليبي سيد عبد الله كبير، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من لندن. في موضوع آخر، استقبل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن استقبل من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الخميس بقصر قرطاج في العاصمة تونس. وقبل ذلك أجرى الوزير الأول وزير المالية محادثات ثنائية مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بقصر الحكومة. وبالموازاة مع ذلك انطلقت اللقاءات القطاعية الثنائية بين الوزراء الجزائريين ونظرائهم من الحكومة التونسية. على محور الجزائر تونس، تواصل سياسي دائم ودعم جزائري لمتناهي لمسار التحول الديمقراطي في الجارة الشرقية، وأيضا شراكة اقتصادية تنشد التكامل والتوسع بعد أن وضع البلدان أولى أسسها قبل 4 عقود، حينما وقع الطرفان على اتفاقية التجارة والجمارك قبل تحيينها في 91 و900 وألف من القرن الماضي، اتفاقية مهدت لإطلاق نظام التجارة التفضيلي الذي توج بإقرار إعفاء جمركي وضريبي عن منتجات البلدين العابرة للحدود المشتركة.
إطار قانوني محفز مكن من تحول تونس لأهم الشركاء الاقتصاديين للجزائر بتجاوز حجم المبادلات التجارية حاجز 1.25 مليار دولار بنهاية السنة الماضية، 25 مليون دولار منها واردات الجزائر من تونس بتفعيل نظام التجارة التفضيلي. في المقابل استغلت الجزائر نفس النظام لتصدير أكثر من 80 مليون دولار من منتجاتها نحو الجارة الشرقية. بالتزامن مع ذلك ارتفعت الصادرات الجزائرية الإجمالية نحو تونس لأزيد من 1 مليار دولار، في حين صعدت قيمة السلع التونسية المسوقة في الجزائر لأكثر من 0.25 مليار دولار بنهاية العام المنصرم. وإليكم أهم تفاصيل حجم المبادلات التجارية وكذا إمدادات الغاز الجزائري لتونس عبر أنبوب ترانسميد من خلال هذا العرض. نبقى في تونس، حيث اندلع حريق في المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة التونسية الخميس، وأعلنت الحركة في بيان لها وفاة أحد منتسبيها جراء الحادث، في حين فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الحادث، وأكدت التحريات الأولى التي أظهرت أن شخصا أضرم النار في جسمه في الطابق الأول لمقر حركة النهضة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تونس الكاتب الصحفي رشيد خشانة. مرحبا، أهلا وسهلا بك سيد رشيد. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولجميع المستمعين والمستمعات. مساء الخير، ما حصيلة حادث الحريق الذي نشب في المقر المركزي لحركة النهضة؟ هو حريق نتج عن فعل فاعل كما يقال، لم يكن صدفة ولم يكن لأسباب فنية، كان وهذه مفارقة لأول مرة حريق يندلع لأسباب إنسانية أو أسباب سياسية إن صح التعبير. في الحقيقة الحريق اندلع في المقر اللي هو بناية متكاملة لحركة النهضة في الطابق الأول عندما أضرم النار في جسمه أحد مناظري الحركة واسمه سامي، كان يأتي إلى مقر الحركة للمطالبة بمستحقاته التي قررتها حركة يعني جمعية الحقيقة والكرامة في تونس. إذا السيد رشيد، الخلفيات أو الخلفية مرتبطة بشخص الذي يعني خلافات في داخل الحزب، أم فيه مستحقات يعني شخصية مرتبطة بهذا الذي يعني الضحية؟ هذا الضحية قضى من 1993 إلى 2006 حوالي 13 سنة في السجن بتهمة الانتماء لحركة النهضة. بعد الثورة تشكلت هيئة اسمها هيئة حقيقة والكرامة على أساس أن تعوض للمناظرين. نعم. هو طلب تعويضات فأعطي ورقة في يده تثبت أن لديه مستحقات لدى الدولة، ولكن لا حركة النهضة أعطته تعويضات ولا الدولة أعطته تعويضات، فظل يتردد على المقر لما يأس تماما أضرم في نفسه النار واعتبر أن هذه هي النهاية. فمن خلال من حريقه انتقلت النار والحريق إلى بقية البناية، مما جعل عدة قياديين يلقون بأنفسهم من الدور الثاني من الطبق الثاني. هذا ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العمومية سيد رشيد؟ فعلا النيابة العمومية قضي التحقيق تحول أو تنقل إلى مكان الحريق، أي إلى مبنى حركة النهضة، وباشر معاينة الوضع هناك والبحث عن أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات. يعني هذه ما زالت يعني ربما فقدنا الاتصال بسيد رشيد الكاتب الصحفي. سيد رشيد خشانة، شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل التي قدمتها.
أعلنت الأمم المتحدة أن 7 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها في مالي قتلوا وأصيب 3 آخرون بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع استهدفتهم. هذا ولقي أكثر من 250 من أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي حتفهم منذ أن بدأت مهامها عام 2013، مما يجعلها أخطر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم. قدمت الحكومة في بوركينا فاسو استقالتها إلى الرئيس روش مارك كابوري، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية واجتماعية خانقة يفاقمها تردي الأوضاع الأمنية. تعيش بوركينا فاسو على وقع انتقادات واحتجاجات شعبية واسعة بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وبروز أزمة سياسية واجتماعية خانقة بعد تصاعد الهجمات المسلحة منذ 2015، والتي تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش على مناطقها الشمالية، خاصة المرتبطة بالمثلث الحدودي بين بوركينا فاسو، مالي والنيجر. الاحتجاجات الشعبية تصاعدت في عدة مدن خلال الأسابيع الأخيرة إثر هجوم مسلح راح ضحيته أكثر من 50 شخص. ومع ازدياد الضغط على الحكومة، خرج الرئيس روش مارك كابوري في كلمة وعد فيها المحتجين بإصلاحات في صفوف الجيش وأسلاك الأمن، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة أكثر تماسكاً، وهو ما يفسر استقالة الجهاز التنفيذي في واغادوغو، حيث ذكرت وسائل إعلام بوركينابية أن كابوري كلف الوزير الأول المستقيل وأعضاء حكومته بمواصلة مهامهم إلى حين تعيين وزير أول جديد يقوم بتشكيل حكومة جديدة. بوركينا فاسو التي تعيش على فوهة بركان في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد موجة الغضب الشعبي على خلفية اتهام السلطات بعجزها في مكافحة الإرهاب ومحاباة باريس، التي يرى المحتجون أنها تحمي مصالحها ومشاريعها فقط. اختتم الخميس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي خصص لدراسة المقترحين الإيرانيين حول العقوبات وتخصيب اليورانيوم، غير أنه أفضى لعدم التوصل لورقة مشتركة بين الأطراف، رغم حديث مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية عن وجود قواسم مشتركة. الجانب الأوروبي أعرب عن خيبة أمله، معتبرا أن إيران عادت خطوة للوراء. اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المبرم اليوم من أجل دراسة المقترحين الإيرانيين في سياق فعالية الجولة الجديدة لاتفاق فيينا، اختتم على واقع تضارب جديد وعدم التوصل إلى ورقة مشتركة بين الأطراف المتفاوضة. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف كتب قائلا: اجتماع اللجنة المشتركة انتهى، كان بشكل عام قصيرا وبناء. المشاركون لاحظوا وجود قواسم مشتركة هامة في مواقفهم التي تؤكد على ضرورة الخروج وبأسرع وقت بنتيجة ناجحة لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي. ممثل الاتحاد الأوروبي الذي يرأس الجولة إنريكي مورا أكد من جهته صعوبة التوصل لاتفاق، خاصة في وجود وجهات نظر مختلفة، مشيرا إلى سعيهم لتقريبها وتجاوز الخلافات. الأوروبيون أعربوا عن خيبة أملهم وقلقهم إزاء المطالب الإيرانية، وأشار دبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بأن طهران تتراجع عن كل التسويات السابقة، معتبرين الأمر خطوة للوراء. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصف المواقف الأوروبية بغير البناء، وبأنها ستبطئ عملية التوصل إلى اتفاق، وبأن مقترحات طهران تتوافق والاتفاق النووي في الجولات السابقة في فيينا. واشنطن ليست ببعيدة عن مواقف حلفائها، حيث تظهر كل المؤشرات أنها تجهز لموجة عقوبات جديدة على إيران بسبب ما أسمته المماطلة في المفاوضات، ناهيك عن مقترح تباحثها مع الاحتلال الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية تضاهي ضرب منشآت نووية إيرانية إذا فشلت المفاوضات. كما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وفداً أمريكياً سيزور الإمارات العربية المتحدة لتحذير الشركات الخاصة والمصارف من أنها ستواجه مخاطراً شديدة إذا استمرت بالتعامل مع طهران في التجارة التي فرضت عليها عقوبات، في مسعى يحمل دلالات على زيادة ضغط واشنطن الاقتصادي على إيران. ويأتي التحرك الأمريكي الجديد
وسط شعور لدى إدارة جو بايدن بأن فرص إحياء الاتفاقية النووية التي وقعتها إدارة باراك أوباما عام 2015 تتضاءل. ينضم إلينا من طهران الخبير في الشؤون الإيرانية وشؤون الشرق الأوسط حكم أمهز، مرحبا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. أهلا، ما الذي يستخلص من اجتماع اليوم؟ يعني دعنا نقول أنه حتى الآن ليس هناك من ثقة متبادلة بين الطرفين، وخصوصا لدى الجمهورية الإيرانية التي لا تثق مطلقا بالمواقف وضمانات الأمريكيين والغربيين بعدما حصل في الاتفاق النووي. والدليل على ذلك أنه يعني في الوقت تجري فيه المفاوضات قبل يومين فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات وأفراد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذا لو كان هناك من نية جدية ويعني صالحة للوصول إلى اتفاق لما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض هذه العقوبات. أضف إلى ذلك هي تتشدد في المواقف ولا تريد أن ترفع العقوبات وتريد أن تمرحل العقوبات، يعني أي أنه يكون هناك خطوة بخطوة، وبالتالي هذه كلها أمور يعني أصبحت من الماضي بالنسبة إلى إيران. لماذا؟ لأن الإيرانيين يعني بعد أن وقعوا الاتفاق النووي عام 2015 والتزموا به التزاما كاملا لم تلتزم به الأطراف الأخرى، فلذلك لم يعدوا يجدوا أنفسهم بأنهم ملزمين بأن ينفذوا بدون أن يكون هناك ضمانات. نعم، في السياق سيد الحكم. والأمر الآخر هو أن إيران ترفض مطلقا تعديل الاتفاق النووي. كيف تقرأ طهران حديث واشنطن عن فرض عقوبات طبعا في السياق، إضافة إلى مناورات تحاكي ضرب منشآت نووية مع الاحتلال الإسرائيلي؟ هل هي مجرد ضغوط لتقديم إيران مزيد من التنازلات؟ هذه نقطة أخرى. نعم. لو كان هناك نوايا صالحة وجيدة لأن يكون هناك نتائج لهذه المفاوضات لما لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع نسبة التهديد مع الإسرائيليين. هذه نقطة. النقطة الأخرى، ما يستشف من هذه الإجراءات الأمريكية سواء كان على مستوى التهديدات العسكرية أو فرض عقوبات أو غيرها، أن الولايات المتحدة لا تريد لهذه المفاوضات أن تنجح وتريدها أن تفشل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المتعلق بالتهديدات، دعني أقول لك ومن لديه خبرة عسكرية يدرك تماما ويعرف أنه لو كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين أن ينفذوا ضربة عسكرية ذات نتائج مضمونة لما تأخروا لحظة واحدة لما تأخروا. ولكن هم يطلقون التهديدات في إطار الضغوط لأنهم يدركون تماما أنه في حال استهداف الجمهورية وتحديدا منشآتها النووية بأي ضربة عسكرية فأن هذا يعني أنه ستكون هناك حربا كارثية بكل ما للكلمة من معنى في المنطقة، وانعكاساتها بطبيعة الحال ستنعكس على كل العالم، لأنه نحن نتحدث أولا عن إيران دولة قوية جدا ولديها من الإمكانيات ما لديها. الأمر الآخر أن لديها محورا، محور المقاومة هو سيقف إلى جانبها، لأنه أي تهديد وجودي للنظام الإيراني فهذا يعني تهديدا وجوديا لمحور المقاومة ككل. طيب. وبالتالي هذه المنطقة ستشتعل كلها، ونحن نعرف مدى حساسية هذه المنطقة جغرافيا وسياسيا واقتصاديا والتي تقع في منطقة حساسة وسطى في العالم. واضح. من طهران الخبير في الشؤون الإيرانية وشؤون الشرق الأوسط حكم أمهز، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. مرحبا. قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن قمة بايدن وبوتين لم تحقق اختراقا في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ولا تزال التعزيزات العسكرية الروسية تصل إلى الحدود. هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة عبر الهاتف جمعته بقادة 9 دول من حلف الناتو لإطلاعهم على نتائج لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو سترد بحزم على تصرفات الناتو. لا حل يلوح في الأفق، بل إن الآمال التي كانت معلقة على قمة بايدن وبوتين لخفض التصعيد على الحدود بين أوكرانيا وروسيا تلاشت كلها، ووصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود سيفرز لا محالة تطورات غير مسبوقة قد تجر المنطقة إلى صدام عسكري. يقول عنه رئيس المخابرات الأوكرانية إن كييف لا قبل لها بها دون دعم من القوات الغربية. يكتفي الرئيس الأمريكي جو بايدن رغم ارتفاع حدة التوتر مع روسيا بعقد قمة عبر الهاتف مع قادة 9 دول أعضاء في حلف الناتو،
ليطلعها على نتائج لقائه المغلق بنظيره فلاديمير بوتين، مستبعدا إرسال قواته إلى أوكرانيا في حال تعرضها لغزو تراه روسيا إنه سيكون ردا على تصرفات الناتو. الأوضاع بالنسبة إلينا تفاقمت حقا، لأن منافسينا وخصومنا خرقوا بشكل سافر الالتزامات التي قدموها لنا سابقا، وروسيا مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الولايات المتحدة والناتو. أبعد من ذلك ذهب رئيس هيئة الأركان الروسي فاليري جيراسيموف عندما قال إن الثالوث النووي الرادع جاهز للاستعمال، مؤكدا أن أكثر من 95% من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية جاهزة للاستخدام القتالي. الرد الذي تهدد به موسكو تجلى أيضا من خلال تعزيزات عسكرية تدفع بها إلى طول الشريط الحدودي. صحيفة الواشنطن بوست نقلت عن مسؤولين في البنتاغون قولهم أن صور أقمار صناعية أظهرت تحركات لقوات روسية باتجاه أوكرانيا من مناطق بعيدة مثل سيبيريا، مضيفة أن الهجوم الروسي على أوكرانيا بات قريبا وسيشمل ما يصل إلى 175,000 جندي وفق مصادر استخباراتية أمريكية. تنعقد قمة ديمقراطية التي دعا إليها بايدن وتدوم يومين متتاليين، هذا وجمعت القمة الافتراضية 100 دولة مستبعدة كلا من روسيا والصين، وتهدف إلى إرساء ثلاث قواعد أساسية هي الدفاع عن الاستبداد ومكافحة الفساد مع تعزيز احترام حقوق الإنسان بحسب موقع الخارجية الأمريكية. وقد عرفت القمة الديمقراطية في يومها الأول انتقادات لاذعة أبرزها أن المدعوين ليسوا جميعا ديمقراطيين حسب مجلة الإيكونوميست البريطانية التي أشارت إلى أن اختيار الدول المشاركة اعتمد على المصالح الأمريكية بعيدا عن الموضوعية. ظهرت في الآونة الأخيرة أعراض وسط فئة الأطفال المصابين بفيروس كورونا استدعت دق ناقوس الخطر والتشديد على ضرورة تلقيح الأطفال لحمايتهم من المتحور الجديد الذي يعرف بسرعة انتشاره وخطورته. تعب، صداع، سعال حاد، فقدان الإشهية وكذلك التفحص الجلدي، أعراض تفشت وسط الأطفال منذرة بإصابتهم بفيروس كورونا. فبعد أن استبعدت إصابتهم بالمتحورات السابقة، ها هو أوميكرون يتسلل وسط هذه الفئة، حيث شهدت الكثير من الدول إصابات دفعتها إلى غلق المدارس وكذا تسبيق العطل لحماية الأطفال من العدوى. جنوب إفريقيا، بؤرة تفشي المتحور الجديد، شهدت عدداً كبيراً من الإصابات عند الأطفال الأقل من عامين حسب المعهد الوطني للأمراض المعدية. بالنسبة لإصابة الأطفال بعدوى الأوميكرون حسب بيانات جنوب أفريقيا الهيئة الصحية بجنوب أفريقيا، فنسبة الإصابة للأعمار تحت 12 سنة هي 7.9% وما بين 13-18 سنة هي 6%. لاحظنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية زيادة في عدد الإصابات بالنسبة للأطفال بجنوب أفريقيا، لكن الإصابات عم بتكون الأعراض متوسطة الشدة، أيضا لم تسجل أي حالات وفاة في المشفى. أوميكرون الذي لا زالت الجهود قائمة من أجل الكشف عن تأثيره الحقيقي على فئة الأطفال، دعت جامعة ستانفورد الأمريكية إلى تشجيع الآباء على حماية أطفالهم عن طريق الحصول على لقاح كورونا. خلينا نقول نسبة الإصابات بالنسبة للأطفال غير معروف تماما، ممكن يكون أنه بسبب أنه الفيروس أكثر انتشار، وبنفس الوقت أنه نحن بنعرف أنه هذه الفئة العمرية هي ما أخذت اللقاح، فممكن أنه هذا يكون عامل مساهم. معدلات الإصابة أعلى بمرتين إلى 3 مرات بين الأطفال الصغار من متوسط عدد السكان في بعض الأماكن حسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية، التي شددت على تعزيز فحوصات التشخيص في المدارس والنظر في تطعيم التلاميذ لتجنب الكارثة. من قناة الجزائر الدولية أخبارنا متواصلة. مرحبا من جديد ومرحبا بزميل وليد. أهلا زميلي عبد الغفور. إذا
نبدأ نشرة والحصاد الاقتصادي بما يتعلق بين العلاقة الجزائرية الألمانية، حيث تدرس الجزائر وألمانيا إطلاق شراكة في مجال إنتاج الوقود الأخضر، مسعى يجمع الطرفان على أهمية الاستراتيجية بالنظر للمؤهلات التي تملكها الجزائر مع الخبرة الألمانية الرائدة في مجال الانتقال الطاقوي. بعد إيطاليا، الجزائر تطلق مباحثات مبدئية مع ألمانيا ضمن مساعى اقتحام معركة إنتاج الوقود الأخضر، توجه مدعوم بمؤهلات طبيعية ضخمة تتيحها الجزائر للذهاب نحو توسيع حصة المصادر الصديقة للبيئة في المزيج الطاقوي للبلاد في آفاق 2030. ألمانيا حاليا تستعمل 50% من استهلاك الداخلي، 50% من الطاقة المتجددة، و 50% من الطاقة الأحفورية، وسوف تصل إلى 80% في حدود 2030. نمشي بكل خطوة ثابتة لتحقيق على الأقل 30% من نسبة المزيج الطاقوي في حدود 2030. شراكة جزائرية ألمانية واعدة ستكون معززة برغبة سياسية معلنة من برلين بالذهاب نحو انتقال طاقوي معمم بوصول الحزب الاشتراكي للسلطة في ألمانيا بدعم من أحزاب الخضر. من الضروري أن يكون هناك شراكة مع الجزائر بوجود حكومة جديدة في ألمانيا بحضور أحزاب الخضر التي وضعت أهدافاً طموحة بخصوص المناخ والطاقة، ما يعزز حتمية الذهاب نحو الشراكة والتعاون. لبنة أولى في اتجاه شراكة ثنائية بأبعاد عالمية بين أكبر مستهلك للطاقة في أوروبا وأكبر حقل طبيعي للطاقات المتجددة عبر المعمورة، مع هياكل ومنشآت ضخمة وجاهزة تحوز عليها الجزائر لإنتاج كميات هائلة من الهيدروجين. افتكت الجزائر جائزة الأولى والثانية لأحسن الأعمال البحثية الممنوحة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك. الإعلان عن قائمة الفائزين تم في الدورة السابعة بعد المئة للمجلس الوزاري المنظمة المنعقدة عبر تقنية التحاضر المرئي، وقررت الجزائر استضافة عدد من إطارات المنظمة وتقديم دورات تكوينية في المعهد الجزائري العالي للبترول التابع لمجموعة سوناتراك. اجتماع تطرقنا فيه إلى عدة نقاط، من بينها التنظيم، الميزانية، المجالات التعاون، عدة تقارير، حوالي 12 تقرير في مجال كذلك الدراسات في السوق البترولية، وكذلك التأثرات الأخيرة والانتقال الطاقوي، طاقات متجددة، تنسيق في عمليات التسويق ما بين الدول العربية، كذلك دراسات معمقة بالنسبة للسوق المستقبلية. من مخرجات الاجتماع اليوم هذا. وتطرق وزراء البلدان المنضوية تحت لواء منظمة أوباك إلى تطورات حالة أسواق النفط والغاز الدولية، كما صادق مجلس المنظمة على خطة عمل لإعادة تنشيط وتطوير الكارتل الطاقوي. مخرجات الاجتماع اليوم بالنسبة للجزائر، لقد تحصلنا على كذلك موافقة لتكوين وتدريب أعضاء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول، حوالي هما 30 إطار من الأعضاء، سوف كلهم تكوين في المعهد البترولي التابع لسوناتراك ليابي. وكذلك من مخرجات اليوم الاجتماع الوزاري المصادقة على الجوائز المنظمة من خلال أحسن بحث في مجال البترول لسنة 2020، تحصلت الجزائر على المنحة الجائزة الأولى، فهذا مفخرة لنا بالنسبة للجزائر، أن الجزائر تحصل من خلال أكثر من 60 بحث على المرتبتين الأولى والثانية بالنسبة للبحوث الأولى. بالنسبة للبحث كذلك في مجال الكربون تحصلنا على المرتبة الجائزة الثانية. تراجعت مخزونة النفط الأمريكية الأسبوع الماضي بوتيرة أقل من توقعات المحللين لتواصل الهبوط للمرة الثانية على التوالي،
أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومة الطاقة الأمريكية انخفاض المخزونات بنحو 200,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر الجاري لتصل إلى 432 مليون برميل، في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي لمخزونة النفط بنحو 1,700,000 برميل في تراجع غير مسبوق منذ 2003. عاد خط نورد ستريم 2 للغاز بين روسيا وألمانيا ليطرح بقوة باعتباره وسيلة ضغط بيد واشنطن لردع موسكو عن غزو أوكرانيا بعدما بقي لفترة طويلة مصدر خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يقبل به الرئيس جو بايدن مرغما في نهاية المطاف. ولم يعلن البيت الأبيض بشكل واضح أن بايدن لوح بهذا التهديد الثلاثاء خلال قمته عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غير أن مستشاره للأمن القومي أكد أن المسألة تتسم بأولوية مطلقة قبل أن يشير على أن خط الأنابيب لا يزال في انتظار المصادقة عليه من الجانب الألماني لدخوله حيز الخدمة. إنه وسيلة ضغط للغرب. إذا كان فلاديمير بوتين يريد نقل الغاز عبر نورد ستريم 2 فقد لا يجازف بغزو أوكرانيا. ولطالما كان خط الأنابيب مصدر توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين على خلفية المعارضة الأمريكية للمشروع الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق دون المرور عبر أوكرانيا. وتوجه الإدارة الأمريكية منذ الأسبوع الماضي تحذيرات لروسيا وسط اتهامات بحشد قوات روسية مجددا عند الحدود مع أوكرانيا، ملوحة بعقوبات اقتصادية شديدة في حال شنت هجوما على الدولة المجاورة. إذن كان هذا الموضوع المرتبط بأنبوب الغاز نورد ستريم 2 الرابط بين روسيا وألمانيا. نواصل الحصاد الاقتصادي. وافقت الجزائر على رفع مساهمتها في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 14,000 سهم. الإجراء يندرج ضمن الزيادة العامة السادسة في رأس مال الهيئة المالية متعددة الأطراف حسب ما ورد في مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. في الجزائر دائما كشفت الحكومة عن خطة ضخمة لإعادة بعث السد الأخضر أكبر مشروع بيئي في شمال إفريقيا لمواجهة زحف التصحر نحو شمال البلاد. المشروع الاستراتيجي ذو الطابع الفلاحي الإيكولوجي سيمكن من توسيع مساحة السد إلى نحو 5 ملايين هكتار. في خطوة ترمي إلى إعادة بعث أكبر مشروع بيئي بشمال إفريقيا، الجزائر تكشف عن خطة ضخمة لإحياء مشروع السد الأخضر لمواجهة التصحر الزاحف نحو شمال البلاد، والهدف توسيع المساحة المعنية بالمبادرة إلى نحو 5 ملايين هكتار، مع إعادة تأهيل قرابة 160,000 هكتار من الغابات، إلى جانب ما يناهز 2 مليوني هكتار من المناطق الرعوية، بعد إعادة تشجير مساحة إضافية ممتدة على ما يقارب 300,000 هكتار. المشروع البيئي الضخم الذي شرعت الجزائر في تنفيذه منذ 70ات القرن الماضي في خطوة استباقية للجهود العالمية لمواجهة التهديدات المتفاقمة للتغير المناخي، والذي مكن البلاد من استصلاح نحو 1,000,000 هكتار من الأراضي التي طالها التصحر، واستفاد منها 25,000 شخص بفتح مسارات ومسالك على امتداد 40,000 هكتار بالتزامن مع توزيع 15,000 وحدة موجهة لإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة. ولأنه حزام أخضر يعبر مناطق معنية بالنشاط الرعوي، فإن المربين كانوا أكثر الفئات استفادة من المشروع بتوزيع أكثر من 132,000 وحدة لتربية المواشي في عملية شملت 20,000 موال. وقصد تجسيد المشروع على أرض الواقع تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة أشغال إعادة بعث المبادرة ذات البعد الاستراتيجي والممتدة على طول 1,500 كيلومتر بعرض 20 كيلومتر.
آخر خبر في الحصاد الاقتصادي، أعود إليك زميلي عبد الغفور. شكرا جزيلا لك وليد. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الحصاد من قناة الجزائر الدولية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.